بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس منتسبين إلى السلفية يا شيخ يشترطون في قامة الحجة أن يكون من العلماء يا شيخ، فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول له لا ما تكفر أنت، ما غاز الدليل يعني هذا على حسب حاله، شكرا على حسب. لكن يجب على العامي يكفر من قام كفر يا شيخ، قام فيه الكفر إذا ثبت عليه فهو الكفر كفر في المعنى. يقصدون يا شيخ إذا ثبت عندما يجب كفر كفر كلامهم يا شيخ يعني أن العامي مثل ما انكسى أبا جهل وانكسى أبا طالب وانكسى أسباب الربيع أو شيء من أن الدليل أنه ما كفر قتله النبي وبدر كفارا يمنعون يا شيخ حسن الله من العامي ومن التكفير يا شيخ. العامي لا يكفر إلا بالدليل، العامي ما عنده المسلم لكن إذا عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا يكفر عند العامة والخاصة، ما في شبهة. لو قال واحد الزنا حلال كفر عند الجميع، عند العامة هذا يسمى يحتاج أدلة وما يحتاج أدلة. الله يحسن عملك الله. أو قال الشرك جائز يجوز الناس يعبدوا غير الله، هل يشك في هذا؟ ما يحتاج أدلة. لا قال يجوز الناس يعبدوا الأصنام ويعبدوا النجوم ويعبدوا الجن كفر. الشيخ مر قال توقف في أشياء مشكلة قد تخفى على العامة. ما هي الأسباب المعينة على أول؟ يقول الإنسان ترى صادمه واجبة من شاء يصلي ومن شاء ما يصلي.